السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انت اجمل مع سمر. زي ما عودتكم كل مره بحب اجيب لكم حاجه جديده وبحب اجيب لكم نموذج جديد، ودايما بنتكلم عن جمالك وعن شياكتك وعن اناقتك، بس النهارده هنتكلم عن شياكه بيتك واناقه بيتك وجمال بيتك. النهارده معانا ومعاكم جميله من جمالات انت اجمل، معانا النهارده الاستاذه زينب محمد. ازيك؟ عامله ايه؟ نورانا النهارده في برنامج انت اجمل. حبيبتي متشكره. استاذه زينب متخصصه في الستاير المودرن بالظبط والكلاسيك وديكورات البيت. بالزبط. اهلا بيكي. اهلا وسهلا، نورتينا وشرفتينا النهارده. شكرا. انا طبعا قبل ما ابدا اي كلام في موضوع الستاير والشياكه بتاعه الجمال والموضه والكلام ده كله، انا حابه بس اعرف وتعرفي برضو مشاهدينا، بداتي مشروعك الجميل ده ازاي؟ مشروعك فعلا مسمع وحلو جدا. الحمد لله. صاحبه جاليري ام مودي للستاير والديكورات، طبعا غنيه عن التعريف. ميرسي يا حبيبتي. فكنا عايزين الاول قبل الكلام في الشغل وقبل الكلام في اي حاجه، حابه اعرف انت بداتي مشروعك ده ازاي؟ والله هي يعني الحكايه جت بالصدفه خالص، اني انا اصلا من محافظه تانية من القاهره، فاتجوزت وعشت في اسماعيليه، ما كنتش بشتغل خالص، يعني انا كان شغلي كله يعني حياتي كلها مقتصره على البيت بس. فربنا اكرمني بمودي الحمد لله، فحصل ظرف كده ان هو تعب شويه واحتاجنا نعمل له عمليه كبيره، فما كانش ما كنتش عامله حسابي ولا كنت شايله حاجه ولا كنت بشتغل ولا كنت بفكر خالص. فجاتني بقى قلت لا ما ينفعش، لازم يكون في حاجه اعملها وانا في بيتي برضو، يعني انا ما اسيبش البيت، ابني معايا واشوف كده مشروع حاجه بسيطه كده. فجبت مكنه خياطه وبدات اشتغل في البيت واتعلم واروح مدارس وبتعلم التفصيل وتعلم الستائر وكده. لقيت ربنا سبحانه وتعالى فتح لي ابواب فيها كتير قوي الحمد لله. خدت محل صغير والمحل الكبير بقى اكبر معرض الحمد لله ستائر في اسماعيليه. فسبحان الله ربنا لما بيبقى رايد لحد حاجه بيفتح له الابواب كده من عنده. فالموضوع جه صدفه خالص والحمد لله، يعني ربنا اكرمني فيه اكبر كرم. ده ما يمنعش ان انت اجتهدتي. طبعا عملتي يعني كورسات ودرست يعني انا بدات ادور على كل حاجه تديني خبره في المجال اكتر. تمام. بقيت ادور على مدارس بتعلم الستائر في اي محافظه واروح اخد كورسات واروح ادخل على النت واشوف ايه الجديد واجيب الكتالوجات العالميه، اشوف ايه اللي نازل وايه الاقمشه الجديده، اي حاجه ليها علاقه بشغلي بقيت ادور على ايه احدث حاجه، عشان كده اسمنا سمع في اسماعيليه الحمد لله. ما شاء الله. بقيت صاحبه اكبر معرض ستاير في اسماعيليه. اكبر جاليري ستاير ومدير الستاير. لا جميل جدا، انا شفت شغلك حاجه فوق الروعه بجد، جميل جدا. طيب انا عايزه اعرف بقى في المجال ده واجهتي صعوبات؟ كتير جدا، يعني انت ست في وسط وحوش بقى، يعني انا ست يعتبر تقريبا الوحيدة في اسماعيلية اللي ست في المجال ده، وفي ناس كتير جدا برضو ما شاء الله عليهم شغلهم حلو في وسط اسماعيلية برضو، بس الفكرة ان هم يعني رجالة بيروحوا وبيجوا، انا بقيت اعمل يعني الحمد لله وعلمت في وسطيهم وتميزت، يعني الحمد لله رب العالمين بقيت يعني بالمقارنة بيهم مسمعة. كنت بتلاقي يعني حد بيقف قدامك، يعني في كتير، كان في محاربات وفي ازاي سيدة تبقى واقفة في المجال ده، فعلا نادرا لما بنلاقي سيدة في مجال زي كده. بالظبط. وبعدين مجالنا متعب، لان انا بتابع كل حاجة، بروح ورش الخشب بنفسي، انا اللي بجيب القماش بنفسي، انا اللي بعمل كل حاجة، بحب اتابع كل حاجة، يعني عندي اكتر من 20 30 صنايعي، بس انا احب اتابع كل حاجة بنفسي. طب عشان كده الحمد لله شغلنا مميز. اشمعنى اخترتي الستاير بالذات؟ يعني انا بشوف ناس بيتخصصوا مثلا في شغل الفساتين، سواريهات، عبايات، ازدالات. حبيتها والله. ولقيت ربنا ميسرها، يعني لقيت كل حاجه بعملها حلوه، كل موديل بعمله بيعجب الناس جدا وبتطلبه، بقى يجيني من محافظات تانية، يعني انا في اسماعيليه بس ثلاث ارباع محافظات مصر كلها بتيجي تعمل عندي. اسعارنا مميزه، لان انا برضو بركز قوي على ان انا اعمل حاجتي باسعار معقوله، يعني خامات كويسه جدا باسعار معقوله. يعني الناس دلوقتي انت عارفه بقى ظروف وكل الناس، يعني الجواز مش سهل، فلقيت ان الستاير بتبقى اخر حاجه، اخر مرحله للعروسه، فحابه اسهلها لها، فبعمل لها حاجات شيك قوي بالموديلات الجديده بالخامات العاليه اللي هي عايزاها باسعار مش بتلاقيها في محافظتها. فبتضطر تيجي من محافظه ثانيه الاسماعيليه عشان تعمل الشغل بتاعنا بالاسعار بتاعتنا اللي مش موجوده عندها. طيب بالنسبه بقى لدلوقتي في عفش مودرن وفي عفش كلاسيك، اكيد حضرتك عارفه الكلام. أكيد ده أكيد أكيد. لو العفش مودرن او كلاسيك بتتعاملي ازاي مع الستاير؟ هو في كلاسيك بس يعتبر قل شويه، يعني خلاص الناس بدات تصرف عنه، وفي مودرن وفي نيو كلاسيك كمان، يعني دلوقتي بقى في مزج بين الاثنين، يعني بنجيب الكلاسيك وبنطعمه بحاجات مودرن بحيث ان هي تبقى ماشيه مع العصر
وفي نفس الوقت تكلفتها تبقى محدوده. انت عارفه شغل الكلاسيك برايقه بقى وتكلفه قماش عالي فعلا. وتطريزات وحاجات بتبقى التكلفه اوفر قوي على العروسه، فبنحاول نعمل لها مزج بين الاثنين، نعمل صنف ثالث بقى اللي هو النيو كلاسيك، ده بيبقى بين الاثنين التكلفه بتاعته حلوه جدا، بيعجب العرايس، والموديلات بتاعته سهله تفكها، سهله تركبها، سهله تنظفها. انت عارفه بيبقى تعب جدا للعروسه فك الستاير عشان تنظفها، كان زمان صعب، دلوقتي بقى سهل جدا. احنا معانا صور دلوقتي هتتعرض على الشاشه، عاوزاكي بقى تعلقي لنا عليها وتقولي لنا الستاره دي ايه. دي مثلا يعني دي مثلا تعتبر من المودرن او النيو كلاسيك بين الاثنين، يعني دي تمشي على عفش مودرن وعلى كلاسيك بالظبط كده. تكلفتها سهله جدا، يعني هي القيمه بتبقى سيمبل جدا، هي شغلها مش متكلف، مش زي القيم بتاعت زمان اللي هي الكلاسيك اللي بقول لحضرتك عليها. الشغل بيبقى ساده، واللي ورا مطعم بتطريز بسيط، التكلفه بتاعتها بتبقى هينه، والموديل بيبقى روعه وبيشتغل. يعني ده ممكن نشغله مودرن وكلاسيك، يعني لو الصالون عندها كلاسيك بنشغله كده، لو انتري او ركن او كده برضه تنفع معايا. يعني فدي مزجه بين الاثنين، مع ليفينج مثلا، وتمشي بالظبط مع الصالون، مع الصالون بالظبط كده. ودي برضه دي بقى الاطفال والنوم الدلع بقى، مبهجة جدا. دي حاجه جدا لذيذه، بتخلي اوضه الاطفال او اوضه النوم او الليفينج روم كمان، اللي هي الاوضه بقى اللي بتبقى متخصصه قاعده فيها العروسه طول اليوم بتقضي مصالحها فيها، دي بتبقى مبهجه مريحه للعين ليها. بيجيلك عرايس بينقوا الالوان دي؟ طبعا، انا اول ما بتجيني العروسه بشوف الاول شقتها، وبعدين بنبتدي بقى نقعد انا وهي نشوف ايه اللي ينفع للاوضه دي وايه اللي ينفع للاوضه دي، بحيث ان انا بعمل تناسق بيني وبينها، هي دماغها فيها ايه وانا اقول لها ايه الجديد. ده برضو ينفع للليفنج، ده شغل الماسورتين ده تحفه بقى، حلو جدا جدا. هو رقيق وبسيط جدا بالزبط. وبيتغسل وبيتشال، تقدر تفك بنفسها بدل ما تضطر تجيب صنايعي زي زمان كنا لازم نجيب صنايعي يفك لا فعلا. انا بفك وبغسل حاجتي وبركبها تاني بمنتهى السهوله، والتكلفه بتاعتها برضو خفيفه بس ده مودرن بس. لا، ممكن يتحط برضه في ليفينج، يتحط في اوضه نوم. لا، ده مودرن بس، ده ما ينفعش في صالون. على صالون لا ما يمشيش في صالون، يعني ده مش من ضمن النيو كلاسيك، ده مودرن مودرن. لا حلو جدا. ودي برضه ده برضه اللي هو النيو كلاسيك اللي بقول لحضرتك عليه، فيه تطعيم تطريز بسيط مع القيمه اللي هي السهله بقى اللي هي الاركت اللي هي بالمكنه، مش زي زمان بقى اللي هو الحفر والهاند ميد بتاخد وقت وبتاخد تكلفه. ده الجديد بقى، ان الحاجه تبقى تكلفتها حنينه وفي نفس الوقت شغلها التطريز اللي عليها ده بدل الفرنش بتاع زمان بالظبط. حلو قوي، حلو بسيط جدا ومش وفي مكلف نفس الوقت شكله شيك قوي بالظبط جدا. وزي ما شفتي حضرتك احنا حاطينه في صالون، فيمشي كده ويمشي كده بحيث ان هو يدي المكان يعني جمال كده وقيمه. لا حلو قوي، شيك كمان، جميل، مميز جدا ما شاء الله. لا الشغل تحفه بصراحه. ده الجديد بقى اللي هو شغل الديجرادي، يعني ده نازل السنه دي بس حلو جدا، وفي خامات منه مختلفه. ده مثلا الخامه بتاعته طول، في منه خامه شيفون، في منه كتان. ده بقى بيتعمل دلوقتي بكذا طريقه، يعني ممكن نعمل الديجرادي بدل الفرنش زي ما انا عاملاه كده، ممكن بعمله ديجرادي هيجي برده في صوره ثانيه بشكل ثاني، ان من فاتح لغامق بيدي شكل حلو قوي وشغال جدا دلوقتي، وبينفع برده لكل الاماكن، ليفنج روم، للنوم، للاطفال، لكذا مكان. كان زمان الحاجات الشيفون دي ما كناش ينفع نحطها غير في اوضه النوم بس، لا دلوقتي بقت شغاله حلو قوي لان اختلف شكلها في كل يعني حاجة. شكلها ما بقاش زي الشيفون بتاع زمان، يعني التدريجات دي هي اللي شغاله دلوقتي بتخلي المكان حلو قوي. لا حلوه جدا. طب بالنسبه بقى دي برضو جميله قوي، دي زي الالوان بالظبط نفس ديجرادي. التدريج بس شرايح بقى شغاله برضو حلوه قوي في اوضه النوم، في اوضه الاطفال. دي بتبقى عايزه مساحات واسعه اظن. لا والله، ممكن نقلل عدد الشرايح تتحط في اي مساحه. ودي برضو الاركت اللي بقول لحضرتك عليها، دي فكره برضو النيو كلاسيك، يعني يمشي صالون ويمشي ركنه، يمشي انتري، يعني في كذا مكان، مزج بين الاثنين، بين القديم والجديد. على حسب ذوقها بقى والوانها بالظبط، بنوريها اكتر من 5000 موديل تختار اللي هي عايزاه. طيب بالنسبه بقى للقيمه والشغل، القيمات بتاع زمان ده عارفين اللي هو الحاجات الضخمه والحاجات اللي بتمشي على الصالون بتاع زمان. ده لسه بيطلب لحد دلوقتي؟ والله النسبه قليله جدا، لان بص تكلفته عاليه جدا، بياخد كميه قماش حاجه صعبه. ده ال 3 دي شغال حلو قوي في الاطفال، وفي منه حاجات نوم برده جميله قوي، تحفه، والوانها مبهجه كمان جدا جدا جدا. هو اوضه الاطفال هي الاوضه المبهجه، يعني هي لازم تكون اكتر اوضه مميزه فعلا. ده نوم برضو، ده المودرن زي التانية بس دخلنا بقى السادة قدام والمشجر، يعني بنلعب فيها حسب احتياج العروسة، حسب ذوقها، حسب ذوقها. احنا لما بنتكلم انا وهي بنقدر نحدد هي دماغها ايه، فبعمل لها اللي هي عايزاه. لو شفتي العروسة شقية كده شوية كل عريسي شوية ولادي حبايبي بتختاري بقى معاها وبعدين يعني لما بتشوف حاجة تقولي لا انت اصح، او انت مثلا عارفة ايه اللي ليه اكتر، لان انا بشوف شقتها واشوف ايه اللي يحليها، فالنتيجة في الاخر بتبهجها. يعني ممكن حاجة ما تبقاش تقولي لا انا مش مقتنع، ولا لما اخلص هتقتل، تلاقي الشقه حاجه تانية تفرح قوي وتقول لي صح كان عندك حق. حلوه دي برده الستاره دي، حرف دي برده تطريز لو شايفاها، الشغل برده التطريز اللي على الحرف. ده لما يكون مكانين جنب بعض بيعملوا حرف ال.
حلوه جدا برضو، الوانها جميله ورقيقه وشغلها كمان بسيط. واللي ماشي دلوقتي بقى اللي هو الجنزاري والبترولي والكشمير، دي الالوان بتاعت دلوقتي. طيب ده المعرض ده بتاعنا مكانك. ده المعرض بتاعنا في اسماعيليه. انا عايزه اعرف برضو، ارجع لسؤالي تاني، القويمات لسه تمام. مطلوبه؟ ما بقول لحضرتك الكلاسيك قل شويه، لان الناس عرفت ان هو بيتكلف كتير قوي، بياخد طبقات قماش كتير، خلاف كده النظافه بتاعته ما بتبقاش سهله، فالعروسه بتجيب الحاجه بتتعذب عشان تنزلها. فدلوقتي يعني النسبه قلت برضو، الناس معينه لسه حابه ده، فبنعمل لها اللي هي عايزاه. طيب انت دلوقتي يعني من وجهه نظرك كان انت شغاله في المجال، تمام. انت بتفضلي كشكل ولوك وشياكه وفخامه مثلا، بتفضلي ان انت تشتغلي كلاسيك ولا مودرن؟ المودرن او النيو كلاسيك دلوقتي. يعني انا حتى في البيت عندي عامله ده، يعني مزجه بين الاثنين، بحيث ان انا ما اعملش حاجه ضخمه قوي وتكلفه، لان انا عامه في حياتي اقتصاديه، احب العروسه لما تيجي تعمل الحاجه تبقى مبسوطه ان احنا عملنا بتكلفه قليله وحاجات حلوه. يعني ده اللي ماشي بقى دلوقتي، ان احنا ما نكلفش الستاير زي كذا طبقه او تطريز. لا ده كده الاهالي بقى كلها بتدعي لك. والله الحمد لله الحمد لله. لا عشان كده احنا سمعنا في اسماعيليه، لان اسعارنا يعني مش تحس ان هي اللي احنا بنعمله اكتر بكتير من اللي احنا بنعمله. لا انا بسمع دايما كمان ان في عروض عندك في الجاليري، وفي على طول احنا عاملين شقه كامله بثلاثه ونص. عمرها ما حصلت. ما شاء الله حاجات مكسره الدنيا. لا جميله جدا جدا. طيب حجم البيت بتاع العروسه بيحجمك انت؟ لا هو عامه دلوقتي الشقق انت عارفه ما بقتش برضو الضخامه بتاعت زمان، يعني الشقه دلوقتي بقت 80 متر 90 متر، فاحنا بنظبط حسب المساحات اللي هي حاطه فيها كمان العفش بتاعها. لا يعني ممكن الديكور. تيجي عروسه، اقصد ان ممكن تيجي لك عروسه شقتها صغيره كويس، بس هي مختاره حاجه واو، يعني حاجه ضخمه جدا ونفسها وهتموت وتعملها، ولو ما عملتش دي انا مش هعمل غيرها. لا بصي بنتكلم مع بعض وبقول لها دي عيوبها كذا ومميزاتها كذا، اذا صممت بلعب لها في الموديل واعمل لها اللي هي عايزاه، بس بالطريقه بتاعتي بقى بخبره شغلي، ان انا اعمل لها اللي في دماغها، بس بطريقه ما تخليش المكان شكله مش حلو. لازم الستاير تحلي البيت، لان الستاير اساسا هي روح البيت، الستاره اللي بتخلي شكل المكان حلو. فانا بقنعها وفي الاخر لما بلاقيها مصممه بعمل لها اللي هي عايزاه، بس بطريقه ثانيه، يعني بطريقه خبره ان انا اعمل لها الشغل ده في الاخر يعجبها. ما جاتلكيش بقى عروسه قبل كده وقالت لك بصي بقى يا استاذه زينب انا عايزه اعمل بيتي كله على ذوقك؟ هي ما بتقولش يا استاذه زينب، بتقول يا مومودي، لان انا معروفه بمومودي. بصي ده بتيجي كتير، لان كلهم معظمهم بيبقوا عملوا عندي قبل كده، اصحابهم عملوا عندي، جايين عن طريق حد عمل عندي او متابعين البيج عندي، فبيبقوا جايين بصراحه يعني نقول 70% منهم يا مومودي اللي انت شايفاه صح اعملي، وفي الاخر الحمد لله بتطلع بالشقه طايره بيها الحمد لله. لا جميل قوي. هو كل حاجه بصراحه، موضوع العروسه وان ده كله اصلا محير في كل حاجه بقى، بالزبط من بالزبط. اول ما بتتخطب لحد يعني يمكن يوم الفرح، هو يفرق ان اللي بتتعامل معاها ست، فاحنا دماغنا زي بعض، غير ما تتعامل مع بتاع ستاير راجل، فما بيبقاش فاهم السنسات، احنا بنحب التفاصيل. فانا ببقى فاهمه دماغها ايه التفصيله اللي تبسطها في شقتها. بيفرق معاكي بقى ان انت تروحي الشقه بتاعتها وتشوفي الوان الحيطان والوان العفش طبعا والديكورات. لازم اشوف الدنيا ايه وايه اللي هيليق على ايه، لان انا بالنسبه لي ده اللي بيحل شغلي، يعني انا لما اعمل كل حاجه في مكانها بالمظبوط بالالوان اللي لايقه عليها صح، ده اللي يخلي شغلي في الاخر نتيجته. حتى لو عروسها مثلا بعيد، ساكنه بعيد، او هي عايزه حاجه اونلاين، انا بيجيني محافظات. انا دلوقتي بتتصرفي ازاي؟ بتروحي فعلا بتشوفي؟ بنروح نركب شغلنا طبعا طبعا. انا دلوقتي بقى يعني اسماعيليه البلد اصلا صغيره، انا نسبه الناس اللي بتجيني من بره اسماعيليه اكتر بكتير من اسماعيليه. انا جالي من دمياط بلد الستاير، يعني بييجوا يعملوا عندي، لان بيلاقوا الخامات بتاعتنا مش يعني التكلفه بتاعتها قليله جدا، يعني بيستغربوا ازاي انا بعمل الشغل ده بالسعر ده. فانا بحب اخد نسبه ربح قليله جدا. اهم حاجه ان انا اعمل شغل، اهم حاجه الشغل يطلع كويس بالظبط. بس كده هي دي اهم حاجه الحمد لله رب. طيب ساعات بيجي لك بقى عرايس مثلا، انت طبعا عندك الجاليري بتاعك، بيجي لك بالصوره اللي هي حباها او اللي هي عايزه تنفذها، انا عايزه اعمل الصوره دي. طيب في عرايس ثانيه بتجي لك جايبه قماشها، جايبه حاجتها، جايبه كل الماتيريال بتاعتها، وتفضلي الحاجه اهي انا عايزه اعمل حاجتي. اتحطيتي في موقف قبل كده ان الماتيريال اللي هي جايباها او الخامات اللي هي جايباها دي مش كويسه او مش مناسبه للتصميم اللي هي حابه تعمله؟ بالظبط كده، اتحطيت فيها كتير، لان هي بتبقى بالنسبه لها ممكن حد جاب لها القماش هديه مثلا، ممكن كانت مثلا في مشوار فلقيت قماش قدامها عجبها، فاحنا بنتكلم وبقول لها لو انت ما جبتيش الافضل ما تجيبيش الا لما اكون انا معاكي، لان انت عارفه برضو الغش في الحاجات دي بيبقى كتير قوي. هو طبيعي ان العروسه بيضحك عليها، بالذات بقى لما بيتعرف ان انا عروسه خلاص بقى بيدوها الحاجه ب 50 دي 100 جنيه، يعني هي مش فاهمه حاجه ومش عارفه يا حبيبتي اول مره عايزه احسن حاجه طبعا. فانا بقول لها الافضل ان انت ما تجيبيش القماش غير لما اكون انا معاكي، بنزل انا بنفسي معاها، يعني ما بعتش صنايعي، لما بجيب القماش انا بنزل مع العروسه تنقي اللي هي عايزاه، بحيث ان احنا اما انا ابقى معاها بنتناقش بقى، وقدامنا احنا عندنا محل القماش بتاعنا، فبنزل معاها هناك
وبنقص مع بعض، بقول لها لا ده يليق للمكان ده، ده اللي، فبتبقى ماشيه وهي مبسوطه ان هي نقت حاجتها بمزاجها، وفي نفس الوقت انا شايفه هي بتنقي ايه عشان نجيب الشغل يبقى حلو. طب انت تنصحي العروسه بايه لو هي مثلا رايحه بنفسها تشتري القماش وانت مش موجوده ما خدتكيش معاها، او عموما كل اللي بيشوفنا دلوقتي، تنصحي اي عروسه بايه؟ والله انا بتعامل اصلا مع العرايس، انا ما عنديش بنات، ما عنديش غير مودي، فبتعامل مع اي عروسه ان هي بنتي وفعلا بحبها وبتفضل العلاقه بينا حتى بعد ما بتخلص ستايرها بنفضل صحاب. الفكره ان الافضل انا لما بكلم بنتي ما تروحش لوحدها، لان مهما تكون عندها مثلا خبره برضو خبرتها مش زي خبره صاحب المحل، هو عايز يخلق عايز يبيع، فهيديها ايه؟ هيديها اللي على مزاجه هو، هيحاول يقنعها باللي يخلص شغلته هو وان هو يعني تخلص بيعته. فالاصلح ان هي يكون حد معاها متخصص، سواء عملت عند مومودي او عملت عند مكان تاني، تاخد حد من اللي بيبيع يعني من اللي هيعمل لها الستاير، تاخد الصنايعي اللي هيعمل لها الستاير، يبقى هو عارف هيجيب لها ايه، عارف الخامات ايه، طبعا شغلته فمش هيضحك عليه. فالافضل ان هي ما تجازفش، لان في الاخر هتدفع حاجه اكتر من ثمنها، عمرها ما هتغلب البيع. اكيد بالزبط. طيب بالنسبه بقى لايجابيات الشغل ده، ده معروف ان الناس كويسه والناس بتتعامل كويس وبتثق فيا، وطبعا كل ده احنا عارفينه عنك، ولكن اكيد في سلبيات برضو بتواجهك. مش سلبيات من ناحيه المجال نفسه، طبعا احنا عارفين ان كل مجال فيه محاربات وفي فيه صعوبات كتيره جدا، بس في ناس بتتعامل معاكي انت نفسك بتتضايقي من حاجات معينه هم بيعملوها معاكي، دي سلبيات بتحصل على في كل مجال. قصدي لا، مثلا عروسه جت مثلا، اكيد نادرا ما بيحصل، عروسه جت وبعد ما خلصتي الديزاين كله بتاع الشقه بتاعتها قالت لك لا الشغل ده مش عاجبني ومش هو اللي انا طالباه. والحمد لله ما بتحصلش، ربنا يديم علينا نعمه، بس هو بيبقى توتر يعني، العروسه برضو يعني خبرتها اول مره تعمل الكلام ده، فانا بحاول امتص ده كله واقول لها اصبري لما الشغل يركب. يعني دايما العروسه بتيجي عايزه بقى ايه، طب وريني عملت ده ايه، طب وريني ده، اقول لها مش هيبان غير لما يركب، انت لما شفتيه عندي شفتيه على الحيطه كامل بشغله باكسسواراته بكل، فلما بنركب فعلا بتقول لي عندك حق وتتصل بيا وتنزل لي ريفيو على الصفحه. يا الحمد لله يعني ربنا يديمها نعمه علينا دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. طيب يا ستي دلوقتي بقى مامه العروسه، لما بتجي لك بقى مامه دي ست الكل دي مامه العروسه، هي والعروسه دايما بيبقوا على خلاف شويه. يا ماما انا عاوزه اعمل ده وده غالي طبعا، وهي لا انا هعمل لك ده عشان على قد امكانياتنا. بصي هي بتقابلني بس انا بحط نفسي مكان الاثنين، مره مكان دي ومره مكان دي، بس الاكتر اكيد مكان الام. اكيد انا اقعد اقول لها بصي احنا دماغنا غيرهم، احنا برضو قبلهم بشويه، لان مثلا في عروسه عايزه تعمل الشقه كلها لون واحد، الشقه كلها ساده بس، الشقه كلها على مواسير، طبعا الامهات عايزين بقى البرائع والدرابيات. لا وبعدين كمان غير كده العروسه لما بتيجي تنقي انا عايزه حاجه يعني حاجه ما اتعملتش بالظبط، مش مهم الفلوس بالظبط، في عرايس كده يعني، في عرايس انا فعلا. انا عايزه احسن حاجه واحلى حاجه. والكلام ده ما بتلاقوش عندي، لان انا قلت لك ان احنا تكلفتنا غير مش اسماعيليه بس، غير المحافظات كلها، يعني هي بتعمل اللي هي عايزاه بس التكلفه بتاعتنا مختلفه. بتعرفي تتصرفي؟ طبعا احنا احنا عندنا يعني احنا هامش ربحنا قليل، يعني اللي بيفرق بيننا وبين محلات الستاير ان بيحط لنفسه هامش ربح 50% و50%، يعني اشترى تكاليف مثلا ب 50 جنيه بيحط قصادهم 50 جنيه ليه مصنعيه وربح، انا ما بعملش كده، يعني انا بالنسبه لي لو الشغل مثلا ب 1000 جنيه انا مكسبي 100، ال 900 الباقيين انا بجيب لك بيهم شغل، فبتلاقي شغلك متكلف صح. احنا بنقلل في ربحنا وده اللي مخلي اسمنا مسمع الحمد لله. طيب بالنسبه لاوضه النوم، الاوضه اللي اوضه الملكه بقى ده اكيد ده اساسي. اوضه الملكه كان زمان معروف ان انت لازم اساسي تحطي تاج فوق السرير. لا انا طلعت بقى التيجين بقى اللي هي القيمات، وطلعت بعد كده الطبقات، وطلعت بعد كده اللي هي القطع الصغيره وبتركب فيها القماش. بالظبط ده ايه ظروفه دلوقتي بقى؟ والله دلوقتي لما بتجيني العروسه بتستغرب، يعني عامه لما بتروحي اي محل ستاير بيقول لك لازم تعملي هنا ولازم تعملي هنا، تلاقيني انا الزبونه العروسه لما تجيني اقول لها على فكره المكان ده مش لازم، تقول لي انا مستغرباك انت بتقللي شغلك، اقول لها ما انا مش عايزه اعمل محل ستاير، انا عايزه اعمل شقه حلوه كل حاجه في مكانها، بحيث ان انا ما اعملش حاجه تكلفتها مش هتستخدميها، يعني مش بكتر الاماكن ومش بكتر اكتر حاجه بقى اللي هو تاج السرير ده. يعني الحمد لله دلوقتي يعني النسبه هو اصلا اتمنع خالص. النسبه قلت خالص، واقعد اقول لها في تابلوهات بتبقى شيك بتحط فوق السرير، بنعمل بقى الجبسن بورد والديكورات، تقعد تقول لي انت بتقللي شغلك، اقول لها لا اصل مش المجرد ان انا ادفعك فلوس وخلاص، انا عايزه اعمل لك حاجه تحلي المكان. فدلوقتي يعتبر بداوا يقتنعوا ان ملوش لازمه. يعني دلوقتي فعلا هو انتهى.
خلاص ما عادش يعني نسبه قليله قوي، نسبه قليله قوي ما عادش في تاك خالص. بس برضو ممكن ام تيجي تقول لك بعمله لها. لا انا لازم اعمل تاج لبنتي، انا ما اقدرش لازم اعمل تاج لبنتي. لا لا بعمل لها بقى تاج بس تبقى حاجه سيمبل قوي، تقدر برضو تفكه. انا بيفرق معايا ان هي لما تيجي تفك حاجتها تفكها بنفسها، ما تجيبش صنايعي يفك ويدفعها وكده، لا يعني انا بحبها اقتصاديه من اول ما تعمل الستاير لحد ما تتهنى بيها. بالنسبه يعني الموضوع ده مهلك جدا جدا، مهلك بطريقه فظيعه. يعني انا دلوقتي بعمل ستاير في شقتي وانا بركبها كده ببقى بفكر طب الستاير دي لما تكون مش نظيفه هغسلها ازاي. لا انا حتى بعلم الصنايعي، يعني بقول للصنايعيه بتوعي لما يجوا يركبوا للعروسه في بيتها خليها واقفه، وريها ازاي تفك وازاي تركب، وخليها واقفه تشوف بتعمل ايه عشان لما تيجي تفكها تنبسط. اصل انا اكره ستارت لما انا مش عارفه انزلها، مش عارفه استخدمها، مش عارفه انضفها، مش عارفه انضفها. انما دلوقتي كل حتى شغل القيم حتى اللي على خشب اللي كانوا بيستخدموه بالدباسات، انا لا ما احبش استخدم الدباسه دي خالص. انا بعملها زيها زي فكره المواسير بالظبط، ان انا افك واركب واغسل الحاجه. الموضوع بالنسبه لي يبقى ازاي بعدين، يعني مش ان انا اعمل الحاجه وخلاص، لا ازاي استخدمها بعدين. طب انت بقى دلوقتي بترشحي ايه الالوان اللي بترشحيها للعروسه؟ يعني لو انت العروسه دلوقتي شقتها بيضه خالص مفيش الوان لسه حطيتها، ده دي كده في ملعبي بقى طالما جايباها بيضه حاجه. يعني هي اصلا يعني مستنيه تيجي تاخد رايك عشان خاطر تعمل الالوان وبعد كده تعمل الستاير والديكورات من عندك. فبتنصحيها بايه بقى؟ والله هو دلوقتي الكشمير ماشي حلو جدا من الالوان الرقيقه كده، ومعظم البنات بصراحه بينور الشقه عندها. انا بنبسط لما بعمل تحس الشقه بقت مبهجه. والجنزاري يعني دلوقتي الكشمير والجنزاري من السنه اللي فاتت ولسه مكمل معانا السنه دي، دول اكتر لونين بيطلبوا واكتر لونين بيحلوا المكان. انت ماشيه مع الموضه طبعا يعني انت، لا انت من وجهه نظرك كسيده في بيتك مواكبه الموضه؟ يعني احنا لو واكبنا الموضه على طول على طول مش هتلاقي برضو الدنيا واقفه، يعني هتزهقي. لا ما احنا بناخد الحلو في الموضه. يعني زي ما بقول لك اللي بيفرق برضو راجل بيعمل ستاير عن ست، طبعا كلهم فوق راسنا عشان ما يزعلوش مني، ان برضو انا دماغي عارفه ايه الالوان الجديده، عارفه ايه يليق مع ايه، عارفه انسق الالوان مع بعض. دي حتتنا بقى الستات بتاعت الالوان اصلا. فانا يعني احنا برضو في اللبس بناخد من الموضه اللي يليق لنا، ما باخدش كل الموضه، لا مش باخد كل الموضه، باخد اللي يناسبني اللي يحل شقتي. لازم الستاير بالنسبه لي، يعني ممكن تفرش شقه غاليه جدا والستاير ما تبقاش حلوه تبوظ المنظر، تبوظ كل حاجه. الستاير اساسي. كنا زمان بنحب قوي الذهبي والبني شغال برضو شغال، والحاجات اللي هي القيمه دي. الحاجات اللي هي تحسسك ان انت قاعده عارفه اللي هو وقور كده، ده ملك الالوان. يعني هو وقور كده، انا عامله قيمات ذهبي او عامله قيمات ذهبي كده او فضي، ومع العفش بقى كده كلاسيك ذهبي او فضي. فبتحس انت قاعده كده يعني ايه في مؤتمر، يعني في بيت، فاهمه؟ الدنيا بتبقى شكلها شيك قوي وحلوه، وانت حاسه ان انت لا انت ملكه في بيتك. دلوقتي الالوان اساسيه، الالوان دلوقتي بقت اللي هي الناعمه جدا، الجديد بقى ده صحيحه قوي دي الناعمه. دي في برضو كتير قوي بيفضلها. انا بشوف يعني ده دلوقتي ممكن سفره تلاقي كل كرسي لون. انا شفت ده فعلا زي الستاير اللي اتعرضت. انت لو تلاحظي فكره الشرايح الالوان دي انا اللي ابتكرتها. الستاير اللي اتعرضت دي تحفه، اللي هي الشرايح دي بالظبط. انا لما لقيت السفره العروسه جايبه لي سفره كل كرسي لون، طب انا اعمل لها ايه؟ اخد لها لون منهم عشان اعمل جنبين؟ لا، فجاتني فكره ان انا اعمل من كل كرسي شريحه حلوه جدا، وجات الفكره كده. وفعلا كانت ابتكار مني ان نعمل ده. من ساعتها بقى انتشرت ان كل حتى في الاطفال مثلا تلاقي ممكن في ناس عامله دواير في الاطفال كل دايره لون، فنحط في الدهان قصدي يعني. مع اول واحده، مع اول بنوته، اول عروسه عملت لها الالوان دي اتفاجئت، كان رد فعلها ايه؟ استغربت، طارت. كانت هي نفسها بتقول لي انا ما بقتش عارفه انت هتعملي لي للسفره دي ايه. فلما لقيت ان احنا عملنا الفكره دي مش كانت مذهوله بفرحه غير طبيعيه. فالحمد لله الموضوع بقى، لان دلوقتي اللي ماشي دلوقتي كده ان ما بتلاقيش الانتري مثلا لون واحد، ما بتلاقيش الركنه مثلا لون واحد، حتى بنعمل التكوى كذا لون. فايه اللي يمشي، ايه اللي يحل المكان ده؟ الشرايح دي اللي حلت، وبعدين بنعملها بكل الخامات، وبنعملها خشب، بنعملها مواسير، فمطاطه بتحلي اي مكان في كل ديزاين شغاله، شغاله في كل حاجه. لا جميلة، حط جداً. على قيمه، حط على الجرادين اللي نزل جديد، عملت منه برضه شرايح الوان شفتها. انا بحب دايما ابتكر الحاجه اللي تبقى جديده ونبقى احنا اول حد عاملينها. الحمد لله. طيب عايزين بقى منك نصيحه لكل العرايس كده سريعا، تقولي ايه لكل عروسه دلوقتي مقبله على الجواز وعايزه تعمل الستاير بتاعتها؟ الاول اقول لها الف مليون مبروك. الستاير الموضوع مش صعب، هي بس يعني بتبقى متوتره لان هي بتجيب كله جديد في جديد وكل حاجه شغله دماغها بيها،
فحاولي ان انت تختاري الحاجه اللي على ذوقك، ما تخليش حد صنايعي يجبرك يعني يقول لك يقنعك بحاجه انت مش في دماغك. المفروض ان انت تاخدي وتدي معاك، سواء عملتي عندي او عند اي مكان. الستاير دي هتبقى في بيتك انت، لان انا عارفه طبعا الشكوى الغالبه من ميرسي جدا ليكي بجد، انت شرفتيني ونورتيني النهارده، ويا رب دايما من نجاح لنجاح كده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا على حسن استماعكم، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من انت اجمل مع صبا. السلام عليكم.